وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أشارت سعادة المهندسة نورة العسم الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين. نعم العسم أشارت أنه تزامنا مع إقامة معرض سيتيسكيب 2022 تم إدراج 8 أراضي حكومية للاستثمار موزعة في جميع أنحاء المملكة. طبعا تم إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية في أبريل من هذه العام، وهي من ضمن المبادرات لخطة التعافي الاقتصادي، والهدف منها هي تسهيل وتحسين الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الاستثمار في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. تزامنا مع معرض سيتيسكيب تم إطلاق 8 أراضي حكومية متوزعة على عدد من المناطق في مختلف محافظات المملكة في مجالات مختلفة، في منها تعليمي تجاري وعام، من قبل عدد من الجهات الحكومية. تم تصميم المنصة بحيث تكون سهلة للمتصفحين والمستثمرين أن يدخلون عليها من خلال الموقع الإلكتروني investmentland.gov.ph، وهي جدا سهلة، كل المعلومات المتعلقة بالأرض بتكون متوفرة، وهناك رابط ممكن من خلاله أن إذا أنت حاب أو أي مستثمر حاب أنه هو يدش في هذه المزايدة أنه يضغط عليها وراح تحوله إلى المنصة الخاصة بمجلس المناقصات والمزايدات، ومن هناك هو يقدر يشارك.